بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي متابعين ومشتركين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت يا جماعة اللي بيتفرج على القناة لأول مرة، إذا عجبكم الفيديو عجبتكم القناة، الضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد. النهاردة الفيديو عن عروض لأطقم الفضة بالفصوص الزيركون، تصميم الماس. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ده طقم من الالماس والفصوص زيركون، ده فضه كله تصميم الماس. ده طقم تاني برضو عباره عن حلق وكوليه وخاتم فضة برضو والفصوص زيركون. الطقم ده برضو فضة والفصوص زيركون، ده عبارة عن اسورة وخاتم وحلق وعقد او كوليه. دي اشكال الاطقم اهي، هو أطقم يعني على بعضها، يعني عبارة عن كوليه وخاتم وحلق وإسورة. وفي أطقم هتلاقيها كوليه وحلق بس، أو كوليه وحلق وخاتم، كلها تصميم ألماس بس الفصوص زيركون. الطقم ده تحفة برضو، جميل جداً. في ناس على فكرة بتحب أطقم الفضة، طبعا دي أذواق وكل واحد على حسب. يعني الطقم ده برضو ده دورين فوق بعض، عبارة عن كوليه وعقد كده نازل منه، الفصوص برضو زيركون. الأحجار على فكرة اللي فيه دي أحجار كريمة، في أحجار فيروز وفي أحجار وفي احجار عقيق وياقوت. الحقيقة التصميمات كلها تحفة جدا. الفيديو ده بقى لعشاق بقى الفضة. الفضة على فكرة بتبقى شياكة قوي يا جماعة، وخصوصا الأطقم اللي هي بتبقى كاملة دي. الطقم ده حلو برضو، ده عقيق. الطقم ده شياكة جدا، الفصوص برضو زيركون شياكة، وفي نفس الوقت يعني سيمبل كده وراقي. دي سلسلة برضو فيها علقة، اللي عبارة عن فصوص زيركون ودي والمعدن من الفضة. بس الفضة عايزة اقول لكم يا جماعة نوعيات، دي الاطقم دي فضة نوعية قيمة وفخمة جدا. دي برضو مجموعة السلاسل بالدلايات بتاعتها، في بقى الصغير وفي الكبير، يعني على حسب ذوق كل واحدة وكده. ده طقم على بعضه برضو، طقم كامل سلسلة وحلق وخاتم، يبقى شياكة في اللبس برضو. الطقم ده ده عبارة عن فضة وفيروز، الأحجار فيروز. لما بتلاقوا الحجر فيروز أو عقيق ممكن بيبقى غالي شوية.
في ناس بتعشق الفضة، في ناس بتعشق بتحب الذهب. طبعا ده اللي لبسه وده اللي لبسه يعني، وده ليه المناسبات بتاعته وده ليه المناسبات. بس الفضة بجد عموما يعني بتدي طاقة إيجابية وحلوة، والذهب برضو بيدي طاقة إيجابية. دي دبل فضة رجالي وخواتم برضو بالأحجار، أحجار كريمة أشكال مختلفة. دي دبل رجالي برضو، دي خواتم ودبل رجالي. ده للناس طبعا اللي بتحب ان هي تبقى في حاجة، تحب الحاجة المتميزة يعني، ده العشاق التميز. دي خواتم برضو فضة والخصوص زيركون، تصميم ألماس برضو. الخاتم ده رجالي والفص عقيق. دي مجموعة أنسيالات ناعمة ورقيقة كده في الشكل بتاعها بأشكال مختلفة، الفصوص زيركون والمعدن فضة. طبعا هي مش كلها بالفصوص، في بفصوص وفي من غير، والخواتم اللي في النص دي اللي في عقيق وياقوت الأحجار، والخاتم ذات نفسه فضة يعني. دي برضو سلاسل، الفصوص زيركون برضو جميل أوي، اللي هو الفص الأزرق ده. ممكن على فكرة بتغيري برضو نوع السلسلة يعني، السلسلة بتبقى عايزة على حسب نوعية، السلسلة تخينة شوية، سلسلة رفيعة، على حسب طبعا تقل العليقة يعني أو الدلاية اللي في السلسلة. دي إسويرة برضو تصميم ألماس، كله تصميم ألماس، مش ألماس، تصميم ألماس يعني زيه زي الأطقم الألماس بالظبط، نفس التصميم والديزاين يعني. دي مجموعة كوليهات وأنسيالات، كله فضة. الطقم ده برضو ده فضة، حتى التصميمات تحفة وجميلة جدا. الطقمين دول، ده الطقم فيه الفصوص زيركون، والطقم اللي جنبه اللي هو اللي على الشمال الفصوص عقيق. الطقم ده زيركون في فضة، كولي وحلق وخاتم. حسي انك لابسه حاجه فخمه كده وحاجه قيمه، وسعرها طبعا ما بيبقاش عالي زي الذهب، بس حاجه يعني سينيه كده، حاجه متميزه. ده طقم برضو عبارة عن كوليه وحلق وخاتم والفصوص زيركون. الطقم ده حلق الفص أحمر، واللي تحتيه برضو حلق الفصوص زيركون. ده شكله وأنا ماسكاه بإيدي، الأحمر شكله تحفة جدا. دي مجموعة حلقان كلها فضة برضو،
ده طقم فضة. اسيبكم بقى تتفرجوا شوية، تستمتعوا كده بالفرجة والمشاهدة. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم، واقول لكم بقى اذا عجبكم الفيديو سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.